الرمل، وركب نجدر الرمل اللي تيتشكل من ثلاثه ديال المرجات، مرجات ولاد صخر، مرجات حلوفة، مرجات برغاح حنا ليها. وتصور يعني الناس كنا حنا تندخلو ثاني تشوف وخصها واحد الوقت ثاني السلامة باقا جديده المراسله راه في الاعداديه باش اللي يجي ما نجيبوه، ولكن جات الحظ وكذا ما كنا غنجيبوهم. ولا هذا الشوب جوج قشريات ها هما كنلاحظوا، هذا تيمكننا واحد البديل ولا هذاك راه نعرفوا السميه ديالهم، وغالبا ما يكونوا غذاء ديال الطيور. هذا الطير الا شدو غادي ياكلو، اذا كل ما كان تنوع بيولوجي مهم الا وكان الوسط متوازنا. هذا راه شي توازن كاين التدفق. واخا سي احمد، من خلال الرز اللي رصدنا، يعني شنو هي الاختلاف ديال هذا الموقع ديال برغاه، يعني المحميه ديالها؟ اولا كاين التدخل الجائر ديال الراعي والرميه الزبال. نعم يعني ما كاينش شي تدبير هنايا، كانت تكون هنايا هاد البلاصه هادي يعني ارضيه باش تكون هنايا يعني محلات مثلا ويجيو السياح. لا الطريق ما ملأماش، وهذه في الربيع ولا هذا يمكن يدير واحد المدخل للساكنه هنا انهم يتمعشوا. غادي تجي القهوه تجلس هنا في قهوه، غتلقى يعني واحد الدليل ولا دلائل باش تعرف على المنطقة، وتكون المنطقة مدروسة وشنو هي الأنواع ديال الطيور وكذا. ومن ناحية النباتات كنلاحظوا كذلك النبات اللي هو ملجأ ديال الحيوانات، كنلاحظوا فيه التدخل ديال الحيوانات. لاحظ كيفاش الحالة ديالها، يعني مابقاتش من الجوانب، يعني راه ربما الناس هنايا محتارمين شوية المنطقة، محتارمة المنطقة فهمتي، ما كاينش تدخل. ما غادي نلاحظوا التدخل في المنطقه ديال عين الشوك اخطر من هذيك بوحده. فهمتي، على الاقل خذوا